تضمير تهانينا والناموس. إذا مشاهدينا الكرام نرحب بكم من جديد في هذه اللحظات، وينطلق الشوط الثامن في أعداد أشواط هذه الفترة المسائية. ينطلق الشوط الخاص بالحول المهجنات الأصايل، وينطلق أكيد كل التحدي وتنطلق مع هذه اللحظة متابعة دبي ريسينج. نشوف المركز الأول ونتابع البداية من خلال هذه اللحظات. صدارة الشوط والاندفاع من قبل الظبي. الظبي الآن انتزعت مركز الشوط الأول وانتقلت إلى البداية لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد بن سعيد المكتوم، يضمر الظبي غانم بن مسفر بالقوبع اللي على صدارة المقدمة، بينما الريمة في المركز الثاني. ريمة في المركز الثاني لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، يضمر ريمة مسري بن سالم بالعرطي الحميري، والنقلة التالية على المركز الثالث. وصلنا إلى أسباب لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، يضمر أسباب طارش بن مبارك بالقوبع والمركز الرابع. وصلت مشاهدينا الأعزاء في هذه اللحظة الفائزة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم. سعيد بن عبيد الحميري في التضمير، والمركز الخامس شديدة لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم. سعيد بن سالم لينيبي من يتولى عملية تضميرها، والنقلة التالية على نجدة احتلت المركز، ولكن هنا التغيير من قبل اللي هي الظبي. لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم أخذت المركز الخامس، يضمر الظبي راشد بن سعيد بالغافرية، والمركز السادس هناك نجدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. المضمر عمر بلاحج الهاجري خذ المركز السادس، بينما الدختورة في المركز السابع لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. المضمر خليفة بن سلطان بن رشيد مشاهدينا الكرام في سابع المراكز، بينما المركز الثامن هناك وصول المايدية لسمو الشيخ راشد بن أحمد بن مكتوم المكتوم، والمضمر حميد بن بدر العليلي يتواجد مع اللي هي المايدية اللي احتلت المركز الثامن، بينما المركز التاسع عوايد لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وفي التضمير مطر بن محمد بالضبيعة، بينما المركز العاشر هناك التغيير الآن من قبل العنود لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم، ومنصور بن سعيد بن منانة في التضمير والمتابعة. هذه النتيجة إذا المشاهدين الكرام لمراكزنا الأولى المتقدمة العشرة من خلال هذا الأداء وهذا التنافس. نعود إلى مع حضراتكم مشاهدين الكرام، أتممنا 2 كيلو، أتممنا العشرة، ولكن العودة إلى البداية. هناك الصراع مع السرعة والبداية. ريمة إذا غيرت النتيجة، ريمة إذا غيرت النتيجة واحتلت المركز الأول. ريمة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم تغير مسار الشوط لتندفع إلى الأمام وتقود هذه الأسماء. يضمر ريمة مسري بن سالم بالعرطي الحميري مشاهدينا الكرام، هو على قمة الشوط وقمة الأداء والمنافسة، بينما المركز الثاني يا سلام الظبي تتواجد لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد بن سعيد المكتوم، غيرت وعادت من جديد، والحرص الدائم من المضمرين على العودة إلى صدارة الشوط. غانم بن مسفر بالقوبع في تضميرها يا سلام يا الظبي، وتبادل المراكز بين الظبي وريمة الثنتين إذا في منافسة حتى هذه اللحظة. نشوف المركز الثالث، نتابع إذا مشاهدينا الأعزاء، وهناك شديدة واصلة شديدة لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم. المضمر سعيد بن سالم الينيبي خذ المركز الثالث، الدختورة في المركز الرابع، الدختورة لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. المضمر خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، أما المركز الخامس وصول نجدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، هذه نجدة، ويضمرها عمر باللاحق الهاجري الذي سجل مع هذا المساء أجمل نقاط. نشوف المركز السادس، المايدية وصلت لسمو الشيخ راشد بن أحمد بن مكتوم المكتوم. المضمر الشاعر حميد بن بدر العليلي، والمركز السابع تقدم من حروف لسمو الشيخ ماجد
بن محمد بن راشد المكتوم، ايضا منها محمد بن عبد الله بن حميدان صاحب الشوط الاول مع عذاب اللي احتلت هذا المركز مع الشوط الاول، بينما الان حروف المركز السابع، المركز الثامن هناك تقدم وثامن المراكز اللي وصلت الان العنود لسمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد المكتوم والمضمر منصور بن سعيد بن منانه في المركز الثامن، تاسع المراكز وصلت الضبي لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع السعيد راشد بن سعيد بالغافريه، والمركز العاشر هناك الغزيد لسمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد المكتوم ومنصور بن سعيد بن منانه. هذه الاسماء الاولى مشاهدينا الكرام مع لحظات الشوط، مع لحظات الشوط ومنتصف طريق المنافسة، لكن البداية مشاهدين الأعزاء مع 6 كيلومترات والمنافسة ستكون قوية وشيقة في كل لحظات الشوط وكل أداء أو منافسات، لكن العودة إلى الظبي، العودة إلى الظبي اللي اختارت بأن تكون رأس الحربة لهذا الشوط، رأس الحربة الظبي اسمه شيخ سعيد بن مكتوم بن راشد بن سعيد المكتوم، يضمر الظبي غانم بن مسفر بالقوبة. الله يا غانم ما شاء الله عليك، شوف الصدارة، شوف الصدارة، لكن ملاحقة ريمة للشوط والمنافسة القوية على وجودها لهذا الموكب لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، تتحدى تتنافس تغير مراكزها، والمضمر مسري بن سالم بالعرطي الحميري، وكذلك الدكتورة واصلة، الدكتورة أيضا اسم صال وجال في الميادين لينافس بقوة على أحد الأشواط، وتعود الملكية لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، يضمرها خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، ورابع المراكز وصول شديدة لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم، سعيد بن سالم لينيبي، والمركز الخامس هناك نجدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، وعمر بن لاحج الهاجري وبن بدر قادم مع المايدية لسمو الشيخ راشد بن أحمد بن مكتوم المكتوم على المركز السادس، المركز السابع هناك تقدم العنود لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم، المضمر منصور بن سعيد بن منانة، المركز الثامن يا سلام وصلت نجدة للشوة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن رايد المكتوم وعمر بن لاحج الهاجري. هذه الأسماء مشاهدين الكرام، هذه قمة الشوط، هذه قمة الشوط في المركز التاسع الغزي لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن رايد المكتوم وسعيد أو منصور بن سعيد بن منانة. إذا أسماءنا التسعة الأولى المسيطرة المتنافسة حتى اللحظة على ناموس الشوط، لكن الأداء البداية الناموس التحدي النداء هنا، كريمة غيرت الآن، قلبت موازين الشوط بعدما كانت في المركز الثاني، قادت المركز الاول، عادت الى المركز الثاني، لكنها الان غيرت واصبحت في مقدمة الشوط، صدارة الشوط، اذا في المركز الاول ويا سلام الصدارة، الصدارة ريمة اذا في مقدمة الشوط لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوب، المضمر مسري بن سالم بالعرطي الحميري، لكن اشوف ظهور شديد، ظهور شديد وهالي المرموم في التنافس، شديدة شديدة سمو الشيخ محمد بالمر بن مكتوم المكتوم وسعيد بن سالم الينيبي. الله، ثنائية، ثنائية اصبحت المنافسة لهالي المرموم، لكن ريمة مسيطرة وشديدة تحاول، شديدة تحاول تلعب على مقدمة الشوط، ريمة تلعب لعب، ريمة في المركز الأول، بينما مشاهدين الأعزاء شديدة تحاول أن تنتزع الشوط، لكن ريمة خلاص شافت خط النهاية، شافت خط النهاية وأسرعت سرعة هائلة. المركز الثاني هناك شديدة اسمه الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم، والمركز الثالث وصلت نجدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، ولكن نعود بحضراتكم مشاهدين الأعزاء مع الأربع أو الميتين متر الأخيرة، وريمة مسيطرة، هل من تغيير، هل من تحدي واضح، لكن ريمة خلاص، ريمة 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 سيطرت، ريمة سلام للمرموم، سلام سلام للمرموم، سلام تهانينا والناموس اسمه الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوب على هذا الفوز، واللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، يوه يا مسري ياك باللاحد، باللاحد ومسري مسري، ولكن شوف ريمة 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 واللحظات الأخيرة بين ريمة. إذا ريمة مشاهدي الأعزاء، تهانينا لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، المركز الثاني سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن رايد المكتوم، المركز الثالث شديدة لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم، المركز الرابع لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم، المركز الخامس المايدية لسمو الشيخ راشد
بن احمد بن مكتوم المكتوم. هذه الخمس المراكز الاولى مشاهدينا الاعزاء، ولكن التوقيت الزمني لنا عوده مع هذه اللحظات وريمه الذي تسجل افضل توقيت حتى اللحظه 9 دقائق 37 ثانيه، 8 أجزاء من الثانيه. تانيس الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم، والتهنئه للمضمر مسري بسالم العرضي الحميري. المركز الثاني هناك نجده لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن رايد المكتوم ب 9 دقائق 37 ثانيه 9 أجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس وشديده في